سؤالين سريعا جدا، عارفه ان حضرتك عندك اجتماع. السؤال الاولاني خاص به، هل كان في اي مشاكل في التطبيق في اول يوم يا فندم؟ والحاجه الثانيه ان انا عايزه اسال حضرتك سؤال هنا، وحتى ده سؤال انا نفسي اعرف اجابته شخصيا، هل احنا ممكن نقدر نلاقي هذا القطاع على مدار مثلا الشهور او السنين اللي جايه، احنا بنقدر ان احنا نستخدمه زي ما بنسافر بره وبنركب المترو؟ يعني الناس اللي هنا اللي بتستخدم عربياتها لما بيسافروا في اي دوله بره بيركبوا المترو، فهل احنا نقدر نطبق ده في مصر؟ لان ده هيعالج يعني مشاكل كتيرة جدا، فهل احنا هنوصل لهذا المستوى ان فعلا هذه الخدمة اللي هتقدم هتبقى بتخدم A B C او بتخدم خلينا نقول كل الفئات وكل الشرائح في الوطن المصري يعني؟ طبعا انا اشكرك على السؤال ده، بس انا احب اطمنك بس يعني، اصل ده مرتبط باللي انت حضرتك قلتيه قبل ما تسال السؤال، اللي هي الخدمه انهارت فعلا. لا، هي الخدمه ما انهارتش خالص، يعني عندنا الخدمه الخط الثالث مستوى الخدمه فيه بشهاده الفرنساويين، اللي هي القطاع الخاص اللي احنا بندرس معاه دلوقتي يجي ياخد الخط الثالث يشغله. انا قلت لهم قيموا لي الخط الثالث، فنزلوا قيموه قالوا لي لا يقل عن اي خطوط جديده بفرنسا. ثاني خطوط جديده في فرنسا. قلت لهم طب قيموا لي الخط الثاني، قالوا لي الخط الثاني المستوى الخدمه فيه 88% الى 90% من الخطوط اللي شغاله. ده وفقا لايه المعايير يا سياده الوزير؟ هم بيقيسوها بايه؟ لا، المعايير اللي هي الوصول ومستوى الخدمه نفسه من سرعه الخروج والدخول والعربات نفسها والمحطه نفسها والتكييف مثلا او لا. كل ده الخط الثالث يا فندم، الخط الثالث كله مكيف. لا، والثاني انا بتكلم حضرتك برضو ذكرت الخط الثاني، والثاني جزء كبير جدا منه مكيف، حتى النهارده زي ما قلت لك في اربع قطارات مكيفه. الخط الاولاني بقى هو المستوى الخدمه فيه اللي حضرتك بتقول عليه، اللي هو العجوز ده اللي بقول لك عليه، الخط العجوز ده. ده المستوى الخدمه فيه لا يتجاوز 70%. فده اللي احنا بنحاول نزود، انما ال 70% دي ما اثرتش على حركه ما بتاثرش على حركه القطارات نتيجه المجهود الغير طبيعي للقائمين على الصيانه والقائمين على التشغيل وبالذات السواقين. انا بحب احييهم هنا قوي بتوع الخط الاولاني، لان هم حقيقه تعاملوا معاه بحب غير طبيعي، ان هم حاسين ان المترو ده جزء منهم، ان هو واحد بقاله 33 سنه بيشتغل، تخيلي بقى. فطبعا يعني انا بحييهم حقيقي، ولو كان المترو استمر الخط الاولاني بالحاله بتاعته دهيت على الرغم بنسبه حتى 70%، فانا بعزيها ليهم هم بامانه.